السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالفراخ. إنما حكاية دي الفرخة اللي هعمل بها الوصفة. طبعا غسلتها ونضفتها وخليتها زي الفل، وبعد كده نقعتها في مية وليمون وملح لمدة نص ساعة، وبعد كده غسلتها بماء من الحنفيه خليتها زي الفل، وبعد كده حطيتها في مصفى صفت كل الميه اللي فيها، ما بقاش فيها اي ميه، نشفت من الميه تمام. وطبعا اول حاجه هندي الفرخه دي صدمه، ودي الصينيه اللي هدي الفرخه فيها صدمه. طبعا هنولع عليها، وبعد ما ولعت على الصينيه هنحط فيها حبه زيت. طبعا هنسيب الزيت يسخن، وبعد كده هحط الفرخه، وبعد كده هرش على الفرخه فلفل أسمر وملح. وطبعا الفرخة ما بنقطعهاش، بنشقها من ظهرها كده هوت، وبتبقى سليمة زي ما هي. وبعد كده هنقلب الفرخة على الناحية التانية. وبعد ما قلبت الفرخة هديها صدمة برضو من الناحية التانية، وبعد كده برضو هرش عليها ملح وفلفل أسمر. وبعد ما اديت لي الفرخة صدمة من ناحيتين، بعد كده هنطلعها من الصينية ونشوف هنعمل ايه. وبعد ما حمرنا الفرخة بالشكل دوت، طبعا واحنا بنقلبها بنسلكها بالراحة خالص عشان الفرخة ما تتقطعش معانا. طبعا لو عندنا صينية تيفال بندي الفرخة فيها صدمة، بتبقى احسن من الالمونيا، ما بتلزقش. وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وبعد كده دي البطاطس اللي هنحط معاها الفرخ. طبعا قشرت البطاطس وقطعتها بالشكل دوت، وطبعا بنقشر البطاطس وبنقطعها ونحطها في مية، ما ينفعش نسيبها كده، لو سيبناها كده لونها هيحمر وهيتغير خالص ومش هتنفع. وطبعا برضو قشرت البصل وحطيته مع البطاطس والفلفل برضو، وخمس حبات طماطم حجمهم بالشكل دوت، وخمس فلفلات حار. هنحط ثلاث فلفلات زي ما هما كده مش هنقطعهم، وهنقطع اتنين. اول حاجه كده هنقطع البصل حلقات بالشكل دوت، وهنقطع الطماطم برضو بالشكل دوت، وبعد كده هقطع الفلفلتين، وبعد كده هحط التوابل، معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه توم بودره، معلقة مرق الدجاج من اللي هي السايبة، معلقة بصل بودرة، معلقة ملح، طبعا التوابل والملح ومرقة الدجاج بمعلقة صغيرة. وبعد كده هقلب كل المكونات ده مع بعضها، وبعد كده هحط المكونات ده على البطاطس، وبعد كده هقلب كل المكونات ده مع البطاطس كويس. بسم الله. وبعد كده هجيب الزيت اللي قليت في الفرخة هحطه على البطاطس، وبعد كده هحط كوبايتين مية على البطاطس، وبعد كده هحط الفرخة، طبعا انا عاملة فرخة ووركة، هحط الوركة برضو معاها، وبعد كده هحط الصينية في البوتاجاز على الصاجة من تحت على درجة حرارة 210 وارجع لكم. وادي الصينية بعد ما طلعت من الفرن اهي، ما شاء الله روعة. وبعد كده هدهن وشها بالسمنة، طبعا قطعة زبدة مقدوحة كده او سمنة مقدوحة بتخليها روعة. وطبعا لو الفراخ استوت وما خدتش اللون اللي احنا عايزينه بنولع الشواية كام دقيقة عشان تاخد اللون الروعة دوت. ما شاء الله صينية بطاطس بالفراخ حكاية حكاية. بصي يا حبايبي روعة، الفراخ استوت زبدة، صينية البطاطس بالفراخ دهيت لذيذة جدا جدا جدا. بصي يا حبايبي روعة روعة. بصوا الفرخة، بصوا يا حبايبي الفرخة عاملة ازاي، لحمة الفرخة من جوه بيضة قشط، جميلة جدا جدا جدا.
اعملوا صينية البطاطس بالفراخ بطريقة ام احمد وبامر الله روعة. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، بحبكم في الله، الف هنا وشير، شير في الخير.